نختم الجولة من صحيفة اليوم التالي ومنها نقرأ تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب عززت علاقتها مع السودان رغم أزماتها السياسية. كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أن إسرائيل زادت من تعزيز علاقتها مع السودان رغم أنه يعاني مشاكل سياسية في محاولة الانتقال من حكومة يسيطر عليها الإخوان المسلمون إلى الديمقراطية. بحسب الصحيفة وأوضحت تايمز أوف إسرائيل إن دور المملكة العربية السعودية في السودان وأيضا مثل له تداعيات مهمة على علاقات إسرائيل، كونها تدعم هذين البلدين التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع تل أبيب. رغم الأوضاع السياسية عززت تل أبيب من علاقتها بالخرطوم، كيف بداية استطاعت تحقيق ذلك؟ لأنه سلكت الطريق الأسهل بالنسبة لها، لم تسلك طريق صعب وهو طريق الشعوب. محاولة التطبيع تكاد تكون رفضت في عديد من الدول العربية. يعني مصر الجارة رغم أنها في علاقات مع إسرائيل منذ 20 سنة أو أكثر، لكن ما زال الوجود الإسرائيلي والعلاقات الإسرائيلية مرفوضة على مستوى الشارع. هنا هي سلكت طريق الممسكين بالسلطة في محاولة لتفادي أي رفض شعبي. نعم، ملف العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل كان في فترة غير موجود، والولايات المتحدة الأمريكية حذرت تل أبيب أكثر من مرة من الخوض في تطبيع مع الحكومة الحالية أو المكون العسكري الذي يسيطر على السلطة الآن. لماذا لم تعمل إسرائيل بهذه النصيحة الأمريكية؟ في خطط استراتيجية وخطط تكتيكية. إسرائيل اتفاقية أبراهام واتفاقية إبراهيم التي بدأت في صنع علاقات طبيعية مع عدد من الدول العربية مثل الإمارات، مثل البحرين، مثل سلطنة عمان وعدد من الدول خلال الفترة الماضية، تريد أن تدخل أكبر كم من الدول العربية في هذه الاتفاقية. ده تكتيكيا بالنسبة لها. استراتيجيا الولايات المتحدة بترى أنه لا، الأمر في هذا التوقيت ليس في مصلحة إسرائيل، ولكن النهم الإسرائيلي لإدخال عاصمة اللاءات الثلاثة الخرطوم والعاصمة التي وقف فيها جمال عبد الناصر ووقف فيها العرب يرفضون العلاقات مع إسرائيل، والخطط الإسرائيلية القديمة للنيلين والفرات وغيرها، الرمزية الكبيرة دي بتحاول بنهم كبير أنه تدخيل تحت المظلة. لذلك هناك تعارض في الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين. نعم، ملف بهذه الخطورة ظل يدار في الظلام. البرهاني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي فجأة وبدون سابق انذار، يتم إعلان هذا الأمر كأمر واقع. تعامل المجلس العسكري مع هذا الملف وتمريره بهذه السهولة وبهذه السرعة، ألا يجعل إذا حدث واقع سياسي جديد أن تنتقل أو تقلب الطاولة مرة أخرى؟ ده بتحذر منه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن خلينا نتناقش قليلا في مسألة أنه البرهان يلتقي بنتنياهو في يوغندا في مايو الماضي قبل سنة ويتفقوا، تقوم وسائل إعلام إسرائيلية هي اللي تعلن لنا أنه تم اللقاء، ما في وسيلة إعلام رسمية سودانية، وأنه السماح للطيران بالعبور في الأجواء لو تذكر. نعم. طيب ماذا استفاد السودان من هذا الأمر؟ يعني ما هي الفوائد التي عادت للسودان؟ هذه الأمور يجب أن تدار عبر مراكز الدراسات الاستراتيجية، يجب أن تدار عبر البرلمانات في نقاش مستفيض. المفاوض السوداني عليه أن يحمل أجندة السودان عندما يجلس في أي فاوض.